على إثر الانقطاع المتكرر للمياه بمعتمدية الإكتار، تحول فريق من إذاعة صوت المناجم لمعاينة الأوضاع ونقل تشكيات المواطنين. مشكلتنا الماء عندنا شهر وثمانية أيام، أنا داري ما دخلت لهاش قطرة ماء، هاك تشوف الماء نجيبه من آخر الدنيا بسطول كيما هكا، هذا ما نشرب فيه أنا ودري، فهمت؟ ماء نتاع سقيان الشجرة ولينا نشربوا فيه، عندنا شهر وثمانية أيام داري ما طلع لهاش الماء، وما شو كان أنا المنطقة هذه كاملة، والماء نتاع منطقة الإقطار واصل منا لسقي العكارمة ومنا لمنزل الحبيب. يا خويا ما أنا كنا توانسة وماذا بينا الناس كل تشرب، أما تو عطينا الناس كلها عطينا الماء، ما ناش طالبين حق، لا ما ناش طالبين المستحيل من الحكومة، ورانا قاعدين خلصوا فيه، كان جات مانيش مخلص ولا يجي قص عليا الماء أهلا وسهلا، أما أنا خلص قبل لا تجي وقت الماء منا نمشي نجري خلص، فهم يا خويا عملوا نحل رمضان، اي وجاي رمضان وجاي سخانة وسيف وواحد بالله يذر كيما، والله نقعد ثلاثة ايام ندوشها الله، هاي اقسم بالله بدون بو 20 عندنا نقسموا فيه بزوز من الناس باش ندوشوا به بالروح واخرج هكا بالحيل يا خويا. الله يرحم والديكم يا سلط يا المعنيين يلي انتخبناكم، عملوا نحل رانا تبلغمنا ورانا بالوقت يخرج من عقله، ما لقيناش باش نقضوا باش نطيبوا باش نغسلوا معونا، شاك جرن واقعة تجري في الكوزينة عايشة معانا، ما قلت تسيب لنا في الصرف كي كان، هزينا صغارنا وبناتنا وصغارنا كل وعزايز كبار مساكين والله ماشيين ويدخلوا كي كان، ماشيين نعيطوا في الشارع ووك وكان على الماء فقط، مشينا سمعت الأولاد جو بحذانا حتى هم قعدنا قعمزنا في الكياس وحطينا حجرات، ما عملنا حتى شي حاجة أخرى، نطبوا في الماء. جانا ما مسؤول ما نعرفوش على منين، أي امشوا معايا الولاية ولا وين تمشوا معايا تو نعملكم حد، يا خويا احنا ما نمشوش حتى لبلاصة، الولاية مشولها برشا رجال من هنا ومن مجموعة من هنا، بعد الثمانية متاع الليل صاهرين بعماه الوالي، قبل نجيب 15 يوم ما عملوا حتى حل، مشوا للسونات في قفصة ما عملوهم حتى حل، مشوا للسونات اللي هنا ما عملوهم حتى حل، خرجنا إنسان تعايطوا، قريب نخرجوا في صخرة في الشارع البر، أعطونا الماء. ما بلا يبعثونا يجي خمسة ولا ستة كراهب متاع بوب ولا شنو هو ومسالت سايب اثنية ولا نفجروكم، مازلنا نتكلموا كي كان مع المسؤول هاي برا معانا، قلنا لهم ما نمشوش نحبوا الماء يجينا الماء ما تجينا حتى حد، يقولوا هكا يسيبوا علينا هكا مسالت دموع وكرتوش ودخل الديار وذرينا روحنا بها تروح السفرة. يا ولاد اختي احنا موتى بالعطش وربع معزات ما تولي ومشان هذا سدنا الكياس يحذفوا علينا ويسيبوا علينا في البومباكاس وينوضوا سايبوا عينا في الكرتوش، سمعت وقتلونا والله والله يا التوق رجي ما تحرق فيه وجود عينا يحرقوا فيه، انا خلنا كلها ما متى يداويني واربع معزات ما تول ما انت يخسرهم ما انت يخسرهم، وزادوا قتلونا وهجونا وجادوا عينا للديار نقزونا في الديار وعطشانين في حال نشربوا فاك الماء ذاك شطره ناموس وشطره دود وبرا شوف لنا بعينك، لكان هذا ما هذا يجي منه خلينا نقعدوا نقطوا في بعضنا ولاد اخت، ماشو معقول هذا روكيك ما لا سموحك يا رسول الله في الصيف ورمضان رمضان تنمو نموتوا بالعطش. اليوم قلت لسيد المسؤول احنا عملنا كيما هكا وعلى قدركم انتم وكلمتكم انتم باش نخلو الطريق ونسيبوا الناس تمشي على رواحها مجرد وقفه احتجاجيه، وغدوه الحي ما يسيبناش الماء ريت احنا وين واقفين توا اللينيا المتعديه تحت رجلينا نتاع ماء من ارضنا من مانا من حقنا من ملكنا متعديه للقبله ومتعديه للغرب يغسلوا بيه في النفط في الفوسفات، خاطر ما صارتناش هذه في العهود السابقه من انا ولدت في الاستعمار وما صارش علينا قسان المياه من هنا ومنطقتنا مرقه من تاع مياه صالحه للشرب والسقايه وكل شيء، راه غدوه الحي نحوه اللينيا هذه نقصوها، قال لي مسؤول على كلامي قلت له مسؤول على كلامي، امر ثلاثه معناها شدوني واحد وانا معاق كتفي كسر بمسامير مرمدوه في الوطا وما نمدوني واهانوني بالمجد بالمجد في الوطاء، هذا معقول هذا سايب عمري 59 سنه 59 تاع لافيتا مكسر ومدقدق ومعاق، اول ما ضربوا ضربوا هو على كلمه اول ما ضربوا خلاص صارت المشاكل كلهم كي ضربوا بنتي معنا اول واحد خريجه عندها 7 سنين قاعده مضاربه ضربوها معنا ضربوها تو في رجله وكانت تحبنا ديالك في رجله تو ضربوا نتاع بومبا شو اسمها القناه الدخانيه تقشرت رجلها تسلخت رجلها من اللوطه وخرجت من عقلها وقف على حبس عليه الهواء لان شيء دخل في البار ما غاديك انا كثر خيرهم سبع الجماعة هذا جزائنا احنا ضربونا شكري كثير شادين خبطوا فينا من هنا من التاك حتى المنطقه غادي يخبطوا فينا وحتى المنطقه خبطونا يضربوا فينا قول لهم قداش عمرك؟ عمري 17 سنه 17 سنه معايا واحده اخرى عمرها 16 سنه 16 سنة ويضربوا فيها
هزونا انا مروح من الخدمه كيما هكا هزونا ان شاء الله عندك كلاس تعلم في الجراج نخدم هزوني بتبش هذه زي طالبي نخدم انا طالبي زياده في الشهريه كيما شبعت مش تزيد طالبي زياده في الشهريه لا طالبين حتى شيء لا طالبين نخدم طالبين من يا اخوي من اساس الحياه اساس الحياه لا عطينا الماء عطانا الكريم وجاب عطانا الكريم وجاب في وسط الديار كنت سريع ها نقولوا لك كنت سريع مكسر طيب خبز عارف شعلوه شعلوه لي بكريم وجه اش قولك انت ومرتي تجي في وسط الشارع وتعالوا تاخذوا واش كان ما جاش محمد عمك تفا والله والله ثاني تشعل والله قريب يشعلونا كي يحذفوا هنا حذفه لان راجل مثلا كبير مشى ذر واحد عمره 6 سنين واحد 9 سنين ويحذفوا عليهم فوشه واحده في قريب يشعلوا الهدار هذه والله يا اخي قريب يشعلوا هذا قريب يشعلوا هذا قلت لهم على جنمه على جنمه على جنمه لان والله ربايال احنا بلا ما رانيهاش ما تنى حتى ميته ما لقيناش باش نغسله والله لقينا باش نغسله والله فرش هم انا هم انا معروف البلاد ازماتيك ازماتيك نعم 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 هذا ما الكل طاحوا في الدار فهمت صار فيه تفرفت غير ما عندنا ماكينه قلت لنا هانا باش نرجع فيها الروح فهمت طلبنا الماء يا ناس طلبنا الماء يا حكومه رانا طلبنا الماء ها شوف 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 الكل طلبنا الماء اربع انواع اربع انواع تاع غاز ريتها ريتها حيوانات اربع مسكره هذه تحت في الديار